بعد الانقلاب العسكري الذي شهده النيجر وتغيير محمد بازوم رأس النظام الحاكم هناك، حيث عبر الآلاف عن تضامنهم تأييدهم للانقلاب والوقوف إلى جانب الجيش، تسربت الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر ملاحقة السياسيين المسؤولين ومعاقبتهم. ورصد فيديو انتشر كالنار في الهشيم، رصد كيف أحرق مواطنون في النيجر سيارات فارهة فخمة لسياسيين في الحكومة السابقة انتقاما منهم، حيث حملوهم مسؤولية تدهور المعيشة والأحوال الاقتصادية. أظهر الفيديو لقطات لسيارات تحترق تتصاعد منها ألسنة النيران واللهب والدخان في أحد الشوارع، فيما يواصل عدد من الأشخاص تخريب سيارات أخرى. تبدو النيجر أحد بلاد الغرب الأفريقي وأكبرها مساحة، تبدو بلد التناقضات، ففيما يصارع شعبها مشقات الحياة نجدها تمتلك ثروات طبيعية ضخمة. حينما تتجول في شوارع العاصمة نيامي ترى البؤس في وجوه مواطنيها الذين يمتلكون أغنى ثروات العالم من اليورانيوم، الذهب، البترول، الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. و هذه بعض الأسباب التي دعت المواطنين هناك للانتقام من السياسيين المتعاونين مع فرنسا والغرب، اعتبار هذا التعاون هو سبب دمار النيجر وشعبه وسرقة ثرواته أيضا. أما التعليقات وردود الأفعال كانت مختلفة. نبدأ من تعليق لحسن نورماندي يقول في تعليقه: أفريقيا تتحرر من الاحتلال والهيمنة الفرنسية والغربية على أراضيها وخيراتها ومقدراتها، كل هذه الثروات تذهب إليهم والشعب الأفريقي بأمس بائس فقير يتضور جوعا. تعليق من تركي يقول: النيجر منعت تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وسوف لن تنام فرنسا أبدا لأنه ضاع منها مصدر الطاقة، ولم تعد باريس مدينة الضوء والملائكة كما يقولون، سوف ينطفئ النور قريبا. تعليق من إبراهيم يقول: زمن عبودية أفريقيا للأنظمة الغربية انتهى وبدأت معركة الاستقلال التام، أما الوطن أو الموت. يبدو أن مؤتمر القمة الأفريقي كان تحديد موعد لجيم شطرنج دولي. تعليق من زول يقول: زول، السبب الآخر اللي وحد الناس خرجت للشارع بسبب محاولات إجبار الشعب على قبول المثلية في النيجر. مع الأسف أهل النيجر مظلومين، الكثير لا يهتم ويعرف أخبارهم. تعليق آخر ومداخلة من أبو بكر جزائري يقول: ما سر اهتمام العالم بانقلاب النيجر؟ فرنسا، روسيا، الصين، كلهم قلقون ومهتمون بهذا البلد، وما علاقتها بالهيمنة؟ عبد القادر يقول في تعليقه: واحد من كل 3 مصابيح كهربائية في فرنسا يعمل باليورانيوم القادم من النيجر، في حين أن حوالي 80% من سكان النيجر لا يحصلون على الكهرباء.